الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. ككل عام من شهر رمضان وبأجواء إيمانية وحضور كبير من المصلين احتفلوا في مسجد المتقين بليلة القدر مساء أمس الجمعة، إذ توافد المصلون إلى المسجد من الساعة 11 قبل منتصف الليل يقيمون الصلاة يرتلون القرآن حتى صلاة الفجر برفقة طاقم كفء من الشيوخ الأفاضل. تميزت الليلة بسلسلة من البرامج التي تنوعت بين تلاوة القرآن والمدائح النبوية وكثرة الدعاءات الجماعية، حتى الأطفال آثروا البقاء في المسجد إلى ساعة متأخرة من الليل معتبرينها ليلة فرح وسرور، فكانت عبادتهم تتنوع بين الصلاة والتلاوة. الليلة التي أنزل فيها القرآن ينتظرها المسلمون بلهفة، إذ يعتبرونها فرصة يلجأون فيها لله عز وجل، يبثونه أحزانهم وآمالهم، فهي أعظم ليلة في شهر رمضان وكل مسلم يتطلع للفوز بها، هي ليلة للذكر والعبادة فيها تخشع القلوب. هكذا أحيت الجالية المسلمة هذه الليلة بالعبادة والعمل الصالح من صلاة وزكاة وأنواع الخير التي هي خير من العمل في ألف شهر في غيرها من الليالي. في هذا المسجد المبارك الذي يعرف إقبال الناس كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، حيث يحرص مسؤوليه على إحيائها كل سنة حتى ينالوا ثوابها. الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من واحد يشتب قرن ليلة 27 رمضان، وجدتنا في يوم الجمعة والعطلة ديال الولاد والرجال والخدمة وذاكشي، المسجد اللهم شيء رافائذ بالناس بالمحسنين بالمؤمنين ما يتجاوز 1500 واحد اللي يتصلوا عندنا في المسجد المتقين. وأشكر لكم والله يتقبل منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، حيوا جميع الإخوان في هذه الليلة المباركة ليلة 27، ونهنيوا المسلمين عبر العالم، ونشكر الإخوان ديال المسجد ديالنا على هذه الليلة المباركة وعلى هذه السهرة وعلى هذا التنظيم ديال هذه الليلة المباركة. وكنباركوا جميع الأسر ديالنا والأفراد ديال الجالية في هذه الليلة المباركة، وكنطلبوا من الله باش يغفر لجميع المسلمين ويوحد كلمة المسلمين. والمناسبة ديال باقي لنا يومين وثلاث ايام العيد، ان شاء الله كنبارك العيد لجميع المسلمين عبر العالم، وكنهني الاخوان على هذا الشهر ديال القيام وديال العباده وديال nous sommes en direct ici à la mosquée Moutaqin à Molenbeek à Bruxelles. En cette journée, en cette soirée bénie, la soirée de la nuit du 27, la nuit du destin, Laylatul Qadr. Vous êtes bien, tout le monde est le bienvenu ici autour des mosquées ici à Molenbeek pour cette nuit exceptionnelle qui est la nuit du 27, où la lecture du Coran, les prières se feront toute la nuit, Inch'Allah, jusqu'à la prière du Fajr. En espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes actions et efface nos péchés en cette nuit bénie, la nuit du destin, Laylatul Qadr. هذا الجمع المبارك مظهر من مظاهر الاتحاد والتعاون بين مسلمي المهجر، يد واحدة رمز للتماسك.